ونخلونا يعني نتعرف على حجم الخطر الآتي من هذه التطبيقات. الحديث أكثر ينضم إلينا الدكتور أنس النجداوي، الأستاذ المشارك في إدارة الأعمال الرقمية والإلكترونية. صباح الخير دكتور أنس. يعني خليني في البداية أعترف أن أنا من الناس اللي ممكن يحملوا أي تطبيق لمجرد أن أنا أشوف التطبيق ده بيعمل إيه، وببقى بعدها أو بيفضل معايا حتى بعدها على الهاتف للأسف الشديد. سؤالي ليك، يعني إزاي ممكن نختار التطبيقات اللي بنحملها وعلى أي أساس، وإيه المؤشرات أو خصائص التطبيقات اللي ممكن تكون مشبوهة؟ صباح الخير باسم، صباح الخير للجميع. في البداية يعني خلينا نتفق أنه كل ما زاد التطور التكنولوجي وتوفر التطبيقات الإلكترونية أيضا بيزيد عملية الخطر وعمليات الاحتيال. هذا واضح من خلال الفترة السابقة اللي مرت، من خلال عدد المستخدمين زاد بسبب الكورونا فيروس، وبالتالي عمليات الاحتيال زادت وتوفر التطبيقات الخبيثة أيضا موجودة. بشكل عام نحن بننصح أي شخص بده ينزل تطبيق أنه ما ينزل من خارج البلاي ستور. هذا أولا هو يعني بداية، لأنه أنظمة أندرويد تسمح للأشخاص بتنزيل أو تنصيب التطبيقات حتى من مواقع إلكترونية أو من أي مصدر آخر. يعني هنا بنتكلم على أندرويد فقط بداية. المشكلة أنه 72% من الأجهزة المحمولة بالعالم هي تعمل باستخدام الأندرويد. من هون بيحصل أنه كمية كبيرة من المشاكل، أو عدد التطبيقات حتى أيضا بشكل كتير كبير موجود على أنظمة الأندرويد، تقريبا 2.5 مليون تطبيق، بينما iOS تقريبا 1.8. فعدد المستخدمين كبير، عدد التطبيقات كبير، وبالتالي المشاكل حتكون أكبر. ميزة الأندرويد أنه أيضا هي منصة، يعني النظام يسمح بالتنصيب البرامج من خارج البلاي ستور، وبالتالي لا يتم تدقيق أو التأكد من سلامتها أمنيا، يعني security check ما بتكون تمت بشكل طيب كامل على أنس. هذه التطبيقات يعني في عنا كتير تساؤلات يعني حابين نعرفها، منها أنه كيف أنا بقدر أتأكد أنه هاي التطبيقات ما رح تسحب مني مبالغ نقدية دون معرفتي؟ نحن بنأكد أو نتفق أنه أضعف نقطة في عملية يعني الهجمات الإلكترونية هو المستخدم، وبالتالي الشخص اللي بينزل هاي التطبيقات لازم يكون عنده وعي ودراية. يعني لما تتم عملية تنزيل هذه البرمجيات، ما أنه الواحد يعني بشكل سريع يوافق على كل شيء، لأنه أحيانا يتم في بعض الديفولت أوبشنز بتكون هي اشتراك سنوي. والمشكلة أنه حتى لو كانت فترة تجريبية، يعني أنت بتنزل التطبيق لفترة شهر تجريبية، احتمال تكون أنه أنت وافقت أو ضغطت على اشتراك لمدة سنة. والمشكلة أنه جوجل إذا أنت يعني رافع أو مدخل بيانات البطاقة البنكية على حساب جوجل، جوجل هاي المشكلة تسمح أنه third party developers أو المطورين أنه يتم سحب هذه الأموال. فأنا بنصح أنه واحد ما تخزنوا بطاقاتكم على جوجل بشكل دائم. اثنين أنه ما أنه نوافق على كل الشروط وما ننزل أي تطبيق. في تطبيقات مشهورة من شركات معروفة، وهذه الشركات المعروفة مش أو براندز مشهورة مش ممكن أن تغامر بسمعتها. طب دكتور أنس، احنا خلينا كمان نشوف يعني مدى وعي الناس، وطبعا يعني لو تكون معنا وتسمع هذا السؤال لانه حابين نعرف تعليقك بعدين. طبعا احنا مشاهدينا سالناكم على صفحه الفيسبوك الخاصه ببرنامج اليوم، كان السؤال هل بالعاده تتاكدوا من الشروط والصلاحيات اللي تكون موجوده في هذا التطبيق قبل لا تحملوه؟ الاجابات جاءت كالتالي: 73% قالوا لا، و27% قالوا نعم ممكن يتاكدوا من هذه. اعتقد انا نفسي مبهر الحقيقه ان في اكثر من 25% من الناس بيقروا الشروط والاحكام، لان انا بعترف مره اخرى ان انا من الناس للاسف الشديد في احيان كثيره بقراهاش. اولا تعليقك دكتور انس على هذا التصويت، وكمان يعني ما الذي يجب الانتباه له في الشروط والاحكام الموجوده؟ هل هناك بنود معينه ممكن تشير الى هذا الخطر؟ يعني بالبداية إذا كان التطبيق من مصدر غير معروف أو مجهول أو غير مشهور، هون بدنا ندقق
100%. المستخدم لازم يكون يقظ وفطن. عادة بلوحة التشريعات أو البوليسيز أو الستيتمنت بتكون هاي عامة وتحاول أنها يعني تضع يعني إطارات عامة للخدمة للخدمات، لكن المشكلة تحدث في options بتكون واضحة بالنسبة للاشتراك أو السبسكرايب في الخدمات المدفوعة. هون هذه مش مسموح أنها تكون مخفية صراحة، لازم تكون ظاهرة للعلن. لكن تحصل أنه بعض المطورين يستغلوا بعض التطبيقات بأنه المستخدمين يسمحوا بصلاحيات زيادة عن الحاجة الأساسية للتطبيق. يعني التطبيق مسؤول عن فيديو إيديتينج، ما في داعي أنه يدخل لتفاصيل كثيرة في الموبايل، يعني يتحكم في الاسماس أو يتحكم في الكولز. يعني دكتور أنس، الموضوع ممكن من خلال موضوع جدا مهم نعم ويطول الحديث فيه، لكن الوقت انتهى. نتشكر وجودك ومشاركتك الجميلة معنا دكتور أنس نجداوي، أستاذ مشارك في إدارة الأعمال الرقمية والإلكترونية. شكرا جزيلا لك.